نحن 12 شخص ونحن يعني عيشتنا شوف يعني هاد وضعنا الخيمة الأطفال منا برا عالتراب عالتراب منا ما عنا حصر ما عنا شيء ما عنا شيء ما عنا شيء بركين على شايف يعني قصتنا شايف كلها على بعضها عندي أمي معاقة وبنتي معاقة وابني ابن ابني معه مرض الكلاوي وما عنا شيء يعني نستنفع منه يا ابني لا عنا شغلة نشتغلها لا عنا شيء وما حدا سائل علينا ولا حدا بطلع علينا أنا اسمي فاطمة فاطمة من مريف حلب نحن عايشين بقلة الموت نحن يعني ما عنا قدر نعيش يعني برقبتي شي 12 نفس ما عندي أكل أطعميهم ما عندي قدرة أعيشهم ونحن حالتنا ميتة بالمرة لا بيعطونا منظمات ولا حدا بيسأل علينا ونحن أنا برقبتي أيتام وأنا مرأة أرملة وما وأنا مرضاني بضل مرضاني يعني لا عندي قدرة أتحكم لا عندي قدرة أطعمين ولا عندي قدرة أعيشهم وعايشين وشايفين هيك عيشتنا شوف هيك على عيشتنا هيك خبز ياكلوا ما عندهم ما يشربوا ما في ميتنا شحادة خبزنا أهل الخير تتحنن علينا حالتنا بالويل وما حدا عم بيسأل علينا ما حدا شايل همنا ونحن يا ابني يعني مترجى منكم تساعدونا بالمرة بالمرة حالتنا ضعيفة يا ابني بنتمنى نحن نعيش مثل الناس ونعيش بكرامة ومثل زينا زين الناس طلعنا من ريف الوضاحي كنا معزوزين مكرومين وكنا مبسوطين ببلادنا تهجرنا ويا ابني وشوفت عينك تبهدلنا وهاد وضعنا وشوف وضعنا وامنا وشوف الخيمة وشوف أوضاعنا كله مي نشرب معنا نشحدنا عند الجويرين يعني الغرض أحط فيه ومي ما عندي يا ابني هاد أوضاعنا كله